مساء الخير سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مين يكسب مين. طبعاً كل حلقة زي ما احنا عارفين بيبقى فيها فريقين بيتنافسوا مع بعضهم، ويعني المنافسة طبعاً منافسة شريفة وظريفة وفيها معلومة وفيها طرفة وفيها فكاهة وفيها ضحكة وفيها لعبة رياضية وفيها لعبة ذكائية أو لعبة ذكاء يعني بس عشان تمشي مع رياضية قلنا ذكائية دي. الفريق الأول فريق ألف يتفضل يطلع على المسرح الفنان مغرد حجاب. تفضل. ومعايا الفرقة الموسيقية كمان، فرقة الأستاذ حسان الوكيل. فريق به تفضل فنانتنا الشعبية المطربة العظيمة جمالات شيحة. فريق ألف فنانة سابينة. فريق به فنانة العظيمة اللي كلنا بنحبها ولما هتشوفوها هتعرفوا طبعا هي مين من غير ما اقول لكم اسمها، لكن برضو الواجب ان احنا نقول اسم فنانة عظيمة. فنانة يعني هي دلوقتي كوميدية بس في البداية ما كانتش كوميدية، الفنانة ليلى فهمي. فريق ألف فنانة منال عبد الحميد. فريق به معانا فنانة ممثلة واعتقد كمان انها مغنية شوية وحنعرف يعني على العموم، الفنانة ايمان محمد العمانية من عمان. اهلا وسهلا. فنانة سمر. أما بقى يعني ضيف هذه الحلقة النجم الكبير النجم العظيم فارس الفوارس مغوار الشاشة العربية فنان أثرى شاشة السينما وكذلك شاشة التلفزيون وكذلك المسرح، فناننا العظيم الأستاذ أحمد مظهر.
حقيقة أنا قعدتك جنبي هنا ل مش عارف إيه بيسموها في نفسي يعقوب. لغرض في نفسي يعقوب. يا أهلا بيكم، منورينا ومشرفينا الفريقين. وطبعا عادة إحنا بنبتدي بدايتنا بنسمع ألحان، وبنسمع بقى أغنية حلوة كده من مغرد، لأن بقى لنا كتير فعلا ما سمعناش. عايزين بقى أغنية من الأغاني الحديثة الشبابية دي. بس انا مش عارف ايه حكايه الشبابيه دي يا مغني، يعني بيقولوا شبابيه ومش يعني احنا ما نعرفش نغني يعني عشان شيخنا؟ لا هو لا حضرتك بنغني احنا يهمنا مش كده؟ امال ايه شبابيه دي؟ بالنسبه للجيل القديم اللي هو اللي اتربى وجدانيا على اغاني ام كلثوم وعبد الحليم وفريد واسمهان وليلى مراد، اكيد كل واحد كان ليه مثلا في مراهقته او شبابه تاثر بهذه الاغاني وتربت معاه. فبالتالي هنا انا ما اقدرش اقتحمه او هو يعجبه صوت مطرب من المطربين الشباب اللي هو متاثر بالقديم اللي هو عاش بيه وجدانيا. وده حصل مع برضو مع عبد الحليم ومحمد فوزي لما جم ظهروا والقدام رفضوهم وقالوا احنا بنحب عبد الوهاب وعبد الحمولي وهكذا، وقالوا دول بوظوا المزيكا وبوظوا المغنى والكلام ده. فهي عمليه من جيل لجيل، او دايما يقولوا الاب ما بيرضاش عن ابنه، وكان الاب برضو بابا اللي هو جد الابن ما كانش راضي عنه. فهي دي عملية يعني ثابتة موجودة على طول، لكن هي مش اغنية شبابية. هو في مطربين شباب بيغنوا غنوة عصرية، بمعنى ان الوقت ما بقاش يسمح ان انا اغني غنوة نص ساعة مثلا، لان اللي بيسمعنا دلوقتي بيسمعنا مثلا في حفلة عايز يسمع غنوة خمس دقايق. المعاني يفضل ان هي تكون يعني احاسيسها دخلت في المضمون اللي هو عايزه، غير مثلا الاول كان في مثلا نعمل مقدمه ودخول للمعنى اللازمه والمقدمه والرفرين. فهو عايز الاحساس اللي يدخل للمضمون على طول معاه عشان يقدر يتجاوب ويستجيب. هو الحقيقه يعني انت برضو شرحت كويس الفكره، وانا اضيف بقى لو سمحت لي اليها حاجه تانية، وهي انا يعني وجهه نظري بالنسبه للاغاني عامه، احنا في عصر فعلا محتاج لهذه الاغنيه. العصر اللي احنا فيه عصر سريع، ما نقدرش بقى فيه السندوتشات وبقى فيه تيك اواي والمسائل دي. طب ازاي انا هقعد علشان اسمع؟ بالعكس يعني اللي بيحصل ان النهارده اجيب 7-8 مطربين من الشباب ومطربات يعني طبعا من الذكر وانثى يعني، والاثنين لما بيقفوا حتى الجماهير اللي بتتفرج عليهم من الشباب يقفوا، مش ضروري مساحة يكون فيها كراسي. انا ما اقدرش افرش 3-4 آلاف كرسي في حتة جنينة كده ويقفوا كلهم، فبينبسطوا وبيعمل لهم رتم بيثير فيهم الـ يعني القوة والقدرة والطاقة، وبيفجر طاقات موجودة في الشباب حتى على الاقل بينفس عامة في داخل. هو ده اللي احنا بنقول انه ده وجهة نظر. طبعا لكن وفي نفس الوقت يمكن بنحترم القديم، يمكن انا طبعا وبنحبه من لا يعرف هو قديم يعني احنا اتعلمنا الغنى من القديم. شوف يا استاذ مغرد، من لا يعرف قديم ولا يعرف جديد. أيوة. استاذ محمد احمد له رد. مدام اسمها اغنيه شبابيه وبقى لها فاضع خلاص فرغ، هي قننت فرغ خلاص قننت خلاص، سميها شبابيه سميها اي شيء، انما خدت ستايل معين اداها القدره على انها تبقى شبابيه. بمعنى ان انا اسمعها اقول لك هذه شبابيه، اقولها شبابيه، اقولها منفعله، اقولها مستعجله، اقولها زي ما اقولها، انما خلاص هي خدت خدت. وحضرتك احنا ما خرجناش عن اطار السلم يعني مثلا ما افتكرناش حاجه حديثه. هو نفس السلم الشرقي اللي قالوا عليه اساتذتنا قبل كده، نفس الكلمات العربيه يعني ما جبناش مثلا من قاموس ثاني او من لغه ثانيه، هي نفس الكلمات ونفس المعاني بس بطريقه اللي هي تناسب شاب هذه الايام وفتاه هذه الايام. فتاه هذه الايام بتحب بطريقة تختلف عن مثلا لما كنا بنشوف السيدة فاتن حمامة مثلا في فيلم بالأطلال من أطلال غازك. أيوة السنة اللي بعد الجاية لما يوصلها النهاردة لو هو النهاردة ورا متأخر عن ميعاده 10 دقايق يبقى يومه مش خلاص غير يلا. فبالتالي احنا لازم نبقى معاصرين هذه العواطف. لا هو طبعا ما فيش شك ان كل عصر وله أداب، ده هو ده اللي عايزين. هو بس يمكن شويه بيلوموا على الكلمات، الكلمات اللي بيتعمل بيها اللحن الجديد الحديث. يعني انا بقول دي موسيقى حديثه ودي موسيقى اصلها كلها مستنبطه من افريقيا، واحنا بلد افريقي والريتم موجود جوانا والايقاع موجود جوانا
وانا شخصيا لما بسمع هذه الموسيقى بنطرب ليها وجسمي بيهتز مع الشباب اللي وعلى بيهتز. فكره سعادتك احنا بنرفض الكلام الهابط يعني احنا ما بنقولش كلام هابط بس بلاش كلام يعني الشباب بلاش معنى يعني الشباب. انا بتشوف الاغنيه الاجنبيه الانجليزي بتلاقي هي جمله وبتتكرر وبيقولوها باحاسيس مختلفه وبريتمات مختلفه في ان كانت جيرك ولا ما اعرفش ايه الحاجات بقى الجديده وفي دي. نقطه صغيره حضرتك يعني احنا لما دخلنا لجان الاذاعه والتلفزيون اعتمدنا يبقى بالتالي احنا اصوات والا ما كانوش اعتمدونا أيوة. بعد اعتمادنا ما نقدرش نجيب غنوه هابطه لان مش هتتذاع لنا في تلفزيون او في اذاعه لكن الاغاني الهابطه يعني اذا كان في اغاني هابطه احنا بنرفضها طبعا لازم ترفضوها يبقى اذا استاذ مغرد حجاب ارجوك سمعنا اغنيه هابطه قصدي يعني اغنيه حديثه حبيبي يا ناس احلى من العسل وجمال حبيبي يا ناس ضربوا به المثل ده كلام حبيبي يا ناس احلى من العسل وجمال حبيبي يا ناس ضربوا به المثل ويا اجمل احساس في الحب وفي الغزل يا نجمي يا ضي يا عمري الجاي يا طعم العسل يا نجمي يا ضي يا عمري الجاي يا طعم العسل وكلام حبيبي يا ناس احلى من العسل وجمال حبيبي يا ناس ضربوا به المثل ده كلام حبيبي يا ناس احلى من العسل وجمال حبيبي يا ناس ضربوا به المثل شكرا شفتوا بقى ليه الاغنيه الحديثه قصيره لا انا قلت المذهب واحد انا اللي ملاحظ ايه ان الاغاني فعلا قصيره الحديثه لا انا قلت المذهب بس هي فيها اتنين كوبليه بس مش عايز اقولها كلها عشان وقت البرنامج عشان لكن هي فيها وقت يعني لا ده احنا نحب نسمع وننبسط ونقعد ده كنت حاول مرقص معاك طيب نكمل ممكن نكملها نكملها تاني بس صبرا بقى دلوقتي انا عايز برضو فنانتنا العظيمه هي عارفه نفسها هيجي لها الدور ها اقول فنانه المطربه الشعبيه الاخت جمالات شيحه عايزين بقى نسمع اغنيه حديثه من الشبابيه دي ها شبابيه انت بسم الله ما شاء الله كلك شبابه نجيب المايك علشان الاخت جمالات اغنيه من اللي بيتنططوا عليها كل المغنيين والحاجات الناشفه هنتنطط انا عايز اتنطط ماشي ايوه 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 هنقول اغنيه يعني مناسبة سهرتنا ومناسبة لما نكون في ليلة فرح وطبعا فرح بوجود زملائنا وممثلين بلدنا الكبار وكل الناس اللي نورونا الليلة هي اسمها الأغنية يا نور النبي يا زين الملاح سهرتنا الحلوة الليلة لغاية الصباح هنتهنى ونتمنى ونسهر هنا لحد الصباح يا نور النبي يا ماشي Thank you.
روحي. الله الله. عيني يا عيني يا عيني يا عيوني. انا عجبي على غزلزين ماشي بيتدلع، انا عجبي على غزلزين ماشي بيتدلع. الحسن على العود وللمواود يتدلع. أنا عجبي على غزلزين ماشي بيتدلع. الحسن على العود وللمواعود يتدلع. والورد على الخد فات الحد منه قليل. الورد على الخد فات الحد منه قليل. سألت أهل الغرام، سألت أهل الغرام عنه كتير وقليل. قال الجميل والجميل له حق يتدلع. عيني يا 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 ليل يا نور النبي يا زين الملاح. يا نور النبي يا زين الملاح. سهرتنا الليلة الليلة لغاية الصباح. حنتهنى ونتمنى، حنتهنى ونتحن وعيلته في البلد. على الفلاح يا نور النبي. أنا جيت من بلدي أغني حبايبي كمان بتهني. أنا جيت من بلدي أغني حبايبي كمان بتهني. وأنا بغني وأقول الفرح جاي على طول. اسمع كلام على ضي نور القمر. على ضي نور القمر والنخل بيغني. والورد لاجل النبي. الورد لاجل النبي على عوده بيغني. عريس ونعم النسب يا فرحتي غني. يا مناسب اهل الحسب هتعيش سعيد على طول. يا مفضل الاصل اصل انت اصيل على طول. يا مفضل الاصل اصل انت اصيل على طول. الورد الورد ليلتنا ورد حفلتنا ورد. يا جميل الورد يا عين على الورد. حلاوه الورد مساء الورد. يا بتاع الورد مثل على الورد. حلاوه الورد حبايبنا ورد. استاذ احمد يا ورد، استاذ عمر يا ورد، ممثلين يا ورد. ليلتنا ورد حبايبنا ورد. وليلتنا ورد يا بتاع الورد مثيل على الورد. وحبايب الورد
الورد لجن النبي على عوده بيغني. عريس ونعم النسب يا فرحتي يغني، يا الناس بهل الحسب هتعيش سعيد على طول، يا مفضل الاصل اصل انت اصيل على طول، يا ما فيه ناس سايب تشرف، يا ما فيه ناس سايب تشرف زينا سايبكم زغروا لاجل النبي، وانا برضو راح اغني ليله ده حلوه جميله يا فرحتي العيله، الليله ده حلوه جميله يا فرحتي العيله، انت رغيت على طول الفرحه والله طول. شكرا 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 لكم، فعلا ورد وفرح وصحبة جميلة مكونة من ورود كثيرة، بسم الله ما شاء الله. الوردة المفتحة الكبيرة العظيمة اللي معانا الأستاذ أحمد مظهر. زمان حبيت تحقق حاجة وأظن حققتها، وهي الإخراج. أخرجت فيلم أو اتنين مش كده؟ هما إيه؟ ضوء الخافت. ضوء الخافت دي انتجت. ايوه اخرجه فطين. ايوه وبعدين انتجت نفوس حائره واخرجته. ايوه اللي كان فيه ميرفت امين. ده كان اول ظهور ميرفت امين مش كده؟ اول ظهور ميرفت. حضرتك اللي قدمتها للسينما. ثلاث قصص بنلعبها اربع ممثلين في الاربع في الثلاث قصص. ايوه فهي لعبه الثلاث قصص، صلاح رازمي الله يرحمه ونور الدين شفيق. ايوه هو انا وهي وانا الاربعه لعبنا الاربعه. ده كان بقى بناء على رؤيه معينه حبيت تحققها، يعني دايما احنا مثلا بنمثل مفيش حاجه معينه، لكن ساعات نعجب بقصه ونحاول نقدمها للمنتج وما يرضاش يعملها فننتج احنا مش كده؟ دايما احنا سباقين. يعني لا اقول ان انا كنت شايف مثلا قصور او عايز اعمل شيء، لا طبعا انا لا هي القصه عجبتك. انا ليا اني اصل لمخرجين عصرنا، وطبعا سيادتك كان في عز و لا يعني هو مش المقصود انك جمال الشيخ، يعني قصدي اقول انه مش المقصود ان الاستاذ احمد مظهر بيخرج علشان يحاك يعني يحارب دول لانه مش عاجبينه، لا هي فكره اخراج عمل ده بيبقى نابع من النفس، تحقيق شيء يعني. وانا بقرا قصه تخيل انا لو بخرجها دلوقتي احط الممثل ده في الكادر الفلاني، خلي صوته مش عارف ازاي، تصحبهم موسيقى معينه في الخلفيه، الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الواحد ينفعل انفعاله ويقوم ماسك قصه ويقول انا هنتج القصه دي اخرجها وانتجها، لانه مش هيرضوا طبعا ان انا اخرج دلوقتي. لو جيت اخرج فيلم مش هيرضوا فلازم انتجه، فانت انتجت الفيلم واخرجته لنفس السبب. انا عارف عشان كده، بس هو طبعا انت مفيش شك انه كان في انفعاله معينه حبيت تحققها. وبعدين كمان الشيء الثاني العمل الرجل الواحد كان يستهويني عمل الرجل الواحد باعتبار، ودي العقيده في الاخر ثبت لي خطا، لان فعلا بتاع القصه عالم، كاتب السيناريو له رؤيه واضافه، المخرج له رؤيه واضافه، حتى الممثل له رؤيه واضافه، لما بيتضافروا بيطلع هذا العمل. لكن كان جات لي العقيده بيركمان مش بيركمان ايوه على طريقه عمل الرجل الواحد، ان يبقى العمل هو مسؤول عنه من ساعه ما هو مكتوب لحد ما يطلع. صح، ده بالنسبه لفتره من الفترات بيمر بيها الانسان، لكن طبعا
الاعتراف بالحق فضيلة. فعلا انت رجل فاضل والله، يعني شيء مفرح جدا انك ان الواحد يلاقي الفنان يقول صدقا. استاذ عمر، ده بمناسبة التمثيل، حضرتك عمال تسألنا كلنا، احنا لينا عندك سؤال. ايه؟ حضرتك اول ما ظهرت في السينما كنت بتعمل ادوار العاطفي والدنجوان والتراجيدي. فوجئنا بيك في شاهد ما شافش حاجه كوميديان خطير. لا انا ماليش دعوه. ده تم ازاي؟ لا لا انا ماليش دعوه بالكوميديا، انا بعمل الشخصيه بس، شخصيه جاده بس هي كانت كوميديا، يخرج منها الكوميديا زي ما السيده ليلى فهمي قالت ان انا ما بمثلش الكوميديا، انا مش كوميديانة، انا كمان مش كوميديان، يعني مش كوميديان، لا اصل كلمه كوميديان دي هرجع تاني اقولها، لا كوميديان دي نبعدها، هو مش كوميديان، هو فكاهي كوميك. انا ما بعملش الكوميك، انا بعمل شخصيه جاده ومن خلالها بتطلع الفكاهه. طبعا الفنان عادل امام طبعا فنان عظيم، وهو يعني قائد العمليه كلها. انا لما بادي قصاده الجديه هو بيقدر يطلع الحاجات اللي موجوده عنده. ايوه بس يفشرها كويس. ما بتحصل اصلا في الحياه، ممكن قوي تغلط زي انا ما دلوقتي غلطت مثلا، وبعدين كررت في المسرحيه اللي بعديها. كررت برضه في المسرحيه اللي بعديها سيد الشغال، وبرضه ما بعملش دور يعني كاركتير فكاهي، يعني انا بعمل شخصيه عاديه، يعني باشا ضابط عادي يعني، لكن الكوميديا والفكاهه بتطلع من الكوميك مان. يعني بالنسبه لحضرتك ده هل تاثيره عليك؟ يعني حسيت ان هو مفاجاه انه الناس تضحك والكلام ده؟ لا انا من زمان بعمل الحاجات دي، يعني انا من بداياتي في المسرح كنت بعمل الحاجات دي، عملت ادوار زي دي كتير قوي مع الفنان العظيم فنان الشعب يوسف وهبي، وعملت في المسرح الفرقه المصريه للتمثيل والموسيقى اللي هي القومي حاليا، ويمكن انتوا الشباب ما تعرفوليش كاني ممثل مسرح قديم، انا ممثل مسرح من سنه 47 بس تركت شويه المسرح القومي وسنه 60 واهتميت بالتلفزيون ومسارح التلفزيون، يعني حاجات بعدين بقى لما تسالوها لي بعدين لما اجاوب عليها في الصحافه. انما انا عايز يعني اقول ان الاستاذ احمد مظهر اراد ان يحقق شيء واكتشف انه خطا. فعلا اي عمل جماعي هو العمل اللي بينجح فعلا، لانه كل واحد له رؤيه والايد على ايد على ايد ممكن يسقفهم ويعملوا سيمفونيه حلوه. شكرا على رد الاستاذ احمد مظهر. نسال بقى فنانه منال. احنا عرفنا طبعا انك مثلتي كذا عمل تلفزيوني والحاجات دي كلها اتعرضت في الخارج ما اتعرضتش في مصر، انما انت ايه رؤيتك بالنسبه للعاملين في الحقل الفني التلفزيوني والمسرحي والسينمائي حاليا؟ يعني ايه رؤيتك انت متصوره مثلا يعملوا ايه علشان يظهروك ويقدموك للجماهير؟ يعني ايه اللي مطلوب منك؟ المطلوب مني ان انا اكون ممثله بادي اداء جيد جدا. ايوه، على اساس ان انا شغلي هو اللي هيظهرني مش هما اللي هيظهروني. أيوة. انا محتاجه للمخرج ومحتاجه للمنتج، لكن ده كله مش هينفع وانا مش ممثله كويسه. صح، لازم فعلا يكون عندك الموهبه ويكون عندك الطاقه الفنيه اللي هي بتفرق ما بين ممثل صغير وممثل كبير. سمر انت بتمثلي وبترقصي مش كده؟ بمثل. ايه بقى دلوقتي اخر اعمالك التمثيليه؟ مفروض ان في مسرحيه برضو هعملها قريب. مسرحيه؟ بس حاسب من تطوير البروفات. ايوه. وفي عمل استعراضي، فيلم استعراضي، غناء استعراضي. غناء استعراضي، فيلم. بتاع مين؟ ده مفاجاه بقى. مفاجاه؟ يعني مش عايز تقولنا عليه؟ طيب خليه مفاجاه. بس في فيلم برضو تاني لعاطف الطيب. عاطف الطيب. ده هتعملي فيه ايه؟ تمثيل وغنى. بتمثلي ادوار ايه؟ هو مفروض انه بنت في الجامعه وكده سني يعني. يا ايوه ما سنك ما ممكن سنك تكون بس يعني هو دور يعني انا بعرف انه بعض الممثلين والممثلات او الفنانين والفنانات في بعضهم بياخد خط معين يستمر فيه، يعني مثلا البنت الشقيه تفضل على طول بنت شقيه، وفي بتختار البنت الهاديه تفضل على طول بنت هاديه. هل تعتقدي ان
التايب او الكاركتير الواحد اللي بيسلكه الفنان هو اللي بيوصله للنجومية، ولا في اختلاف، ولا في وجهة نظر مختلفة؟ انا رأيي التنوع. التنوع التنوع هو اللي يوصل الفنان، لانه بالذات لو عنده موهبة في نواحي تانية مش ناحية معينة بس، تقدر توري الناس هو عنده ايه وايه وايه، يعني يقدر يثبت لهم في حاجة او يشوفوا انه في ناحية الكوميديا اذا كان هو عنده موهبة في الكوميديا، عنده موهبة في تراجيدي، عنده موهبة في اي حاجة تانية. يعني الممثل المتلون في ادائه افضل طبعا من الممثل اللي بياخد خط واحد، لكن النجومية بتتطلب حاجة واحدة بس، انه يستمر في الخط ده، اما طيب واما شرير واما شقي واما هادئ. يعني مش عارف، انا لاحظت كتير قوي الحكاية دي عندنا في السينما المصرية. لا هو يعني ما تلاقيش واحد مثلا يعمل فيلم مثلا شرير والتاني يبقى طيب، ما يرضوش يجيبوه خلاص. هو المخرج لما بيشوف على طول، معظم المخرجين دلوقتي بيبصوا للممثل بيشوفوه مثلا نجح في دور معين، دور شرير، بيجيبوه في نفس الدور يأدي. يعني هل توافقي وبرضو احبائنا اللي موجودين معانا برضو يبدوا رأيهم في هذا الموضوع، هل توافقي ان الممثل علشان يبقى منتشر او علشان يتعرف بسرعة يبقى في اعمال كتيرة؟ لا، ينتشر كده ويعطل العالم ده كله؟ لا، انا متهيألي كده بيحرق نفسه، يعني بيسموها بيحرق نفسه، بيحرق اعصاب الزملاء والظهور كتير قوي، بيعمل حريقة يعني. ايوه، يعني الملاحظ كده انه اول ما يطلع شاب جديد بصيت الاقي كل ما اقرا خبر عن مسلسل الاقي فيه، فتعجبت قلت يعني طب لما الفيل الباقيين بتوع زمان، مش بتوع زمان، بتوع الشهر اللي فات مش بتوع زمان، لان احنا دلوقتي بالشهر اللي فات مش بالسنين اللي فاتت للاسف. يعني الشكل حاجه غريبه خالص، يعني مش عارف. عامه يمكن ربنا يصلح الكون، لما بيشوفوا واحد بيشتغل كتير في حاجه معينه يقول لك ده مطلوب، ده شغال كويس، وده مطلوب نجيبه هو بالنسبه له عايز يبقى منتشر طبعا، ما يهموش ما دام انت بتجيبه، هو عايز يستمر ويشتغل ويلحق بسرعه قبل الشهر كده. بس هو الشهر الجاي، الشهر الجاي حد تاني. هو تقريبا بيعمل كده عشان زي ما قالت ليلى ان هو مش واثق انه يكمل او يكمل الشهر الجاي، وده فعلا من عيوبنا دي مؤثرة جدا. أستاذ مغرد، هل تعتقد أن الفن البدوي والفن الشرقي ممكن يبقى عالمي؟ طبعا. إزاي؟ يعني يبقى عالمي إزاي؟ هي المقولة اللي كلنا نعرفها، المحلية هي الطريق إلى العالمية. المحلية؟ أو الإغراق في المحلية هو الطريق إلى العالمية. أيوة. ليك؟ لان انا لو اغرقت في المحليه هجيب نغمه غريبه وكلمه غريبه ولحن غريب، فبالتالي لما هيسمعوه الناس هيبقى مختلف عن الدارج اللي بيتقال، فممكن ينجح جدا. وده حصل معايا عن تجربه كده. انا عملت غنوه اسمها مريم مريمتي وعيني مريمه والقلب مجروح بده مرهمه، فالكلمة غريبة يعني ما بتقالش ان القلب يتحط له مرهم او الجرح يتحط له مرهم، فالكلمة غريبة يحطوا فالكلمة دلوقتي بيعملوا في لندن بقى فالكلمة غريبة، اللحن غريب، وزعتها بس كلمة مريم يعني على الودن الأوروبية أو الأجنبية أو العالمية سهل. هي برضو ساعدتني في كده يعني مش كلمة غريبة. لا يعني هي أنا بتكلم على والقلب مجروح بده مرهمة، بس برضو اختيار الكلمة مهم. ما هي الكلمة القلب مجروح بده مرهمة، هي دي كانت ملفتة للنظر مثلا. أو في غنوة تانية بقول ميلي عليا ميلي يا نمنم سكر صبري طال، في بيركز في ان معنى الكلمة غريب، فدي بتساعد على انتشار الغنوة لانها محلية صرف نمنم سكر، يعني يا منمنمة تقطيعك من منمنمة زي حبات السكر الصغيرة. الجمل دي ساعدت في ان الغنوة الاغاني دي انتشرت جدا وبدأت تخرج من مصر، بقت على الخطوط الطيران العربية كلها الاقي غنوة مريم دي موجودة هي وبدوي وميلي. وبعدين لقينا ان في شركة اسطوانات ليزر في المانيا
عملتها على اسطوانه ونزلت على مستوى العالم كله، وبقى في بندات غربيه بيغنوا هذه الغنوه. والسبب كمان اللي ساعد اكتر ان هي جمالها ان كان يعني اغراقها في المحليه وفي نفس الوقت ما فيهاش ربع تون، فكانت ساعدت انها تنتشر في الخارج. فعملوها على اسطوانه، لان هم بيعملوا كل سنه بيجمعوا حوالي 50 اغنيه من كل دول العالم الشرقي ويشيلوا منها الربع تون. لو جربوا الغنوه دي من غير الايقاع المصري تمشي على دول العالم بيختاروا منها واحده، ونجح فيها بعض مطربين عندنا زي محمد منير عملوا له سمره الليله يا سمره، وعمرو دياب ميال، وانا اتعملت لي مريم دي. يعني اذا هناك امكانيه للوصول برضو من المحليه الى العالميه من الاغراق في المحليه. طيب ممكن يعني بلاش نغرق بقى، نطفو مع بعضينا ونسمع الأغنية دي اللي هي بسم الله ما شاء الله يعني مريم. وصلت مريم ليه؟ ماشي. Na man, na man, na man, na ya ba. قال لي الحكيم بعد عن الخمرة الخمرة حبالها طوال وراح تزيك يا يابا. قلت له يا شايف في عين الجمرة اتفلسف لان حرقها مش فيك يا يابا. الله يبليك يا حكيم يبليك بهوى سمرا لشوف غير الخمر شو ينسيك يا يابا. اوف 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 يا ياباي. ومريم مريم تي وعين مريم ومريم مريم تي وعين مريم والقلب مجروح بده مرهمة ويلي ويلي بده مرهمة. مريم يا دلي الشعر متدلي ومريم يا دلي الشعر متدلي وعسكر عصمة اللي خطفوا مريم ويلي ويلي أخدوا مريم. مريم مريم تي وعيني مريم ومريم مريم مرهم ويلي ويلي بده مرهمة. سقف يلا ها لبست البني وقلعت البني
ولبست البنيه ولعت البنيه بدها تجنني والله مريم ويلي ويلي والله مريم 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 تي وعيني مريم ومريم مريم تي وعيني مريم والقلب مجروح بده مرهم ويلي ويلي بده مرهم جميل. شكرا على اهتمامك وانشغالك بالأغنية وكيف تصل إلى العالمية. ده مهم جدا لأن احنا مش هنفضل قاعدين نتفرج دايما زي العصور السابقة. الأغنية جميلة بتحتاج إلى حاجة. سابينة تعالي كده. سمر تعالي كده. لا بس تعالي بس تعالي بس هقول لك حاجة والله تعالي بس تعالي لي بس بسرعة وانت تعالي يا سمر بس. تعالوا بس اطلعوا لي هنا تعالوا بس تعالي تعالي هاتي ايدك وانت هاتي ايدك دي ايه تعالوا كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو اقفوا هنا بقى كده. هسالكم حاجه. انتوا اولا اخوات مش كده؟ وانتم من اشهر فنانات الاعلانات مش كده؟ استاذ مغرد حجاب سجل الاغنيه دي وعايز يعمل لها اعلان دعايه تقولوا ايه؟ هو الشعر مدالي موجود يعني. ما هو انا عارف طبعا خلاص بس انا عايز دلوقتي لو انا يعني افترض انه طلب منكم انكم تعملوا اعلان لهذه الاغنيه دلوقتي ها اغنيها معاك قول لها بقى الكلمات مريم مريم قلبي وعيني مرهمه والقلب مجروح بده مرهمه بده مرهمه. شوف انا عايز بقى توروني المرهمه على القلب دي بقى شكلها ايه بقى. هنجيب لك في بس مرهم لزاق. لا هو طبعا تتخيلوا ما هو الاعلان ممكن اقول معاكم وانتم تخيلوا. ايوه طب قولوا كده اقول معاكم وانتم تخيلوا. وروني بقى كده ازاي علشان اشوف هاخدكم في الاعلان الجاي. اقول معاكم المزيكا وانتم تتخيلوا. اقول ها اقولها لكم المزيكا تقولوا معايا. مريم مريم تي وعيني مريم ومريم مريم تي وعيني مريم والقلب مجروح ادينا لها المرهم بده مرهم ويلي ويلي بده مرهم ايه تغرقوني تغرقوكم مرهم. شكرا لكم على الاعلان الظريف ده اهو بس مش مدفوع الاجر. لانكم ما كملتوش سحبته ليه كده. لا لا ما تجيش كده. اصل عامه الاغاني ما بتعملهاش لا ايه لا بيتعمل لها طبعا ما انا عايزكم تصوروا كنتوا صوره نهايته. استاذ احمد مظهر فناننا العظيم ايه رايك في الغيره؟ يعني الرجل لما تزداد الغيره عنده او السيده لما تزداد الغيره عندها تؤدي اليه. فاكر الفيلم اللي عملته زمان غصن الزيتون؟ فاكر الغيره المرضيه دي طبعا انما غيره بالحدود تبقى حتى مثيره للطرف الاخر. يعني الطرف الاخر اذا ما كانش يشعر ان في نوع من الغيره مش اهتمام الشخص ايوه غش عليها مش مهتم. لا انا كنت عايز يعني ايه اعمل دويتو بينك وبين مدام ليلى فهمي. يا خرابي. يعني ليلى مراد استاذ احمد عبد الوهاب. هي روحها بعيني بترف مثلا. عيني بترف. اي والله صحيح. تعالي اقول يلا. عيني بترف. لا كلمتين. لا كلمتين. عيني بترف. وراسي بتلف. بتلف. اللي فاضلني دقيقه ويخف. حاسس بيه؟ عيني بترف وراسه بتلف وعقله فاضي قوي يخف. ايوه طب قولي انت كده دور الرحاله. طب قولي صحيح الغنى والله. عيني بترف
وراسي بتلف وعقله فاضل له دقيقه ويخف. عيني بترف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقه ويخف. اسمحي لي بكلمه واحده قول يا نور العين. نفسي اعرف نفسي اعرف احنا رايحين فين. رايحين على البلد اللي تجمع شاملين عشاق. نسمع ونغني ونودع عهد الاشواق. والله انا حاسس حاسس بايه حاسس بايه قول ما تخبيش. ماليش دعوه ما اقولهاش بقى. اقول حاسس بحليوه جميله. مش ظريف كلنا يعني استاذ احمد مصر. ايوه الاغنيه كانت هايله جدا. صوتك يجنن. زي 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 الباسكت برضو. حاجه جميله. رشحتني يا احسنت يا استاذه ليلى. برافو عليك شيء جميل. ممكن نتبارى شويه مع بعض بشويه اسئله كده. اه ليه لا؟ هتخلصوني خمس دقايق كمان كده. الحقيقه احنا ممكن نخلصك بسرعه، لكن الحقيقه انا كل ما بحاول انهي البرنامج بلاقي مجال لا يعني عرضه كام؟ للحوار عرضه ايه؟ هو عرضه مترين في اسبوع. العرض عرضين تقريبا في اسبوع التلفزيون المصري. نسالك شويه اسئله كده خفيفه. فريق الف اين يقع جامع القيروان؟ واين يقع جامع القرويين؟ انا عارف القيروان تونس طبعا. ايوه في تونس. وجامع القرويين في المغرب في فاس. في فاس في المغرب صح. فريق به هل هناك اسماك تطير وهل لها اجنحه؟ في؟ اه ايه ده؟ بس ملهاش اجنحه. امال ايه؟ يعني اسماك بتطير اسمه حاجه اسمه السمك الطائر على ما اعتقد. آه الزعانف بتاعته بتتفرد ويطير. برافو صح فريق به. ايه هما الفيلمين اللي قدمتهم السينما المصريه للاديب العربي الكبير الدكتور طه حسين؟ في الاثنين. استاذ احمد عمل الاثنين يبقى هو اللي يقول بقى. ايه هما بقى؟ لواء الكروان. ايوه الوعد الحق واكتر من كده. هما الوعد الحق اللي هي ظهور الاسلام كمان مش كده؟ ما هي الوعد ظهور الاسلام ودعاء الكروان. هما فعلا الفيلمين دول صح. بس صح فريق الف صح. من قائل هذا البيت الشهير من الشعر؟ السيف أصدق إنباء من الكتب في حدة الحد بين الجد واللعبي. ما فيش احتمالات عندك؟ آه في. عايزين احتمالات؟ عشان بس. فرزدق، أبو تمام، المتنبي. المتنبي. لا أبو تمام. أبو تمام. يس. اثنين قالوا أبو تمام والمتنبي يبقى اثنين مصح يبقى مظبوط أبو تمام. فريق ألف من هو الفلاح المصري الذي تحول إلى بطل رياضي عظيم مشهور خلال الألعاب الأولمبية التي أقيمت في برلين في ألمانيا عام 1936 ميلادية؟ فنان رياضي عظيم مشهور وطلع أخذ البطولة. هو طبعا شرف مصر كلها. هو الكابتن خضر التوني. خضر التوني صح. في معلومة كمان مهمة جدا انه خلال دورة الالعاب عام 1972 لا دي يعني اتكرم خضر التوني واطلقوا اسمه على احد شوارع القرية الاولمبية. في حاجة كمان الالمان
يعني هتلر ايام ما كان بيحكم المانيا كان ايه؟ سلم عليه. سلم عليه، وده كان شيء خارج عن العرف الهتلري. هتلر ما كانش يسلم على حد ابدا اجنبي غير الالمان. شكرا للفريق الف برضه. بالنسبه للفريق ب، ما اسم اول رئيس للولايات المتحده الامريكيه؟ جورج واشنطن. جورج واشنطن صح برضه فريق ب. ما هي العاصمه الاولى لمصر الاسلاميه التي اقامها عمرو بن العاص عند فتحه لمصر ومن اطلالها الان جامع عمرو بن العاص وسور صلاح الدين؟ مدينة الفسطاط. صح فريق الفسطاط. البحر الأحمر زمان قديما كان له اسم، ما هو هذا الاسم؟ كان يسمى بحر الايه؟ في احتمالات ليه؟ لا ما فيش اسماء. بحر الظلمات. لا 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 ايه؟ القلزم. 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 القلزم صح صح. هايله مدام، هايله والله، ممتازه جدا. ال يعني قريب مش بعيد. اصل انا بعمل قرصم. ما هو لازم تلعبوا، امال هتعملوا ايه رياضه؟ بدل ما انتوا قاعدين بقالكم قد ايه قاعدين، يجي ساعتين اهو. يلا نعمل ايه الفريق بقى؟ طبعا استاذ احمد هينتخب حد. هيوقف. ما تجربها مره. هو منتخب ايه؟ زي بعضه. حبيبي لا ليه شوي مش حاجه صعبه والله بقى انا هعتبرها جت لان هي جت في اللفظ. هو ليه محاوله ثانيه يا استاذ؟ طيب انا هدي لك محاوله ثانيه. اكيد طبعا استاذ احمد. معوجه مش كده؟ الكره معوجه مش كده؟ برضو كمان محاولات. شكرا للاستاذ احمد برضو المحاولات. يعني برضو المشوار الطويل يبدا بخطوه. طبعا. سمر اتفضلي. يلا كمان حلقتين في البرنامج ده يقدر يجيبها طبعا. خلاص هنخلي كل واحد رميتين، اذا ما جابش الاولى يجيب الثانيه، ايه رايكم؟ ماشي يلا. احنا كسبانين. احنا كسبانين. اتفضل. اضرب انت اثنين. انا ما طول النهار بتمرن عليها عشان اغلبكم. تعالى هنا زي ما كنت بتقول عليا. لا هو لا 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 هو بس هنا برافو. لا ما خلاص هي رميتين واحده خلينا اثنين. لا ما دام جبتها من الاول زي الباسكت. ما المحاوله الاولى ما جاتش نخليكم تعملوا محاوله ثانيه. اوكي اتفضلي يا حبيبتي ايمان. اللي بتعملوا فيا ده بتعمل فيه حاجات كتير قوي. مش عارف. ايوه هنا كده اهو. ايوه برافو. برافو. فريق الف واحد وفريق ب واحد. اتفضل يا منال. في حاجه بس حضرتك. اولا حضرتك بتقول ان احنا هنلعب سله. اللي بتحذفه ده بالسله. السله لازم ليه؟ عشان كسبنا يعني خدنا السله. ده تشنيط. هنا ايوه بس يعني دي قواعد اللعبه كده. جت في الجول ولا لا؟ معلش كمان واحد ليها رميتين. ما تحاوليش ما تحاوليش تنشيني. نعم نعم اطلعي لفوق شويه. اطلعي لفوق شويه. امسي امسي. امي بقى انا محافظه بان انا جبت واحده قبل كده. لا كمان ما لازم. يا رب فريق نادي الجزيره.
طبعا. يلا يا قوي يا رب. اوعى يا سلام. والله كادت ان هات يا سامح. ايوه اتفضلي هنا. لا كمان لورا شويه بس عشان بس ما عشان ما يصروش علينا يا ست جمالات. هاي لا ما ينفعش كده يا مغرد بعدين. ما تشوشروش على الزملاء. شكرا. سابينا هتحتفظ بالبطوله. سابينا هتحتفظوا باذن الله. انا هشوفه. سابينا مفيش حد هيكسب حاجه. سابينا زي ما تيجي. سابينا لغايه دلوقتي احنا غلبانين. تعالي هنا تعالي ورا. تعالي هنا تعال. خليكي ورا شويه. ما تضيعتيش. خلاص مش قوي. ما تركزيش قوي. ليش من فوق شوية؟ مفيش فايدة. تطلع فوق شوية. شكرا. ما بلاش يا استاذ عمر. بلاش انت بقى. خليني محتفظ. ما بلاش كابتن الفريق. ما بلاش كابتن التيم. حلو قوي. دي محاولة تانية. كويس قوي. شكرا. يبقى واحد واحد برضو. استاذ مغرد ما عندكش غير ولا الكورة؟ عندي. سمعنا حاجة عن الكورة كده. الدنيا كورة. اه. هو في الكورة بيقولوا ايه؟ عن الكورة؟ بيب اهلي. ايوه. بين الاهلي والزمالك محتارة والله. حلوة دي. طيب انا هقول غنى بتاعتي وادخل فيها الكورة. قول لنا حاجة يعني. مش ضروري كتير يعني. بس بمناسبة يعني الباسكت والاهلي والحاجات دي. يقولوا رمبا اقول اهلي، يقولوا صمبا اقول اهلي، يقولوا رمبا اقول بدوي، يقولوا صمبا اقول بدوي، يقولوا رمبا اقول بدوي، يقولوا صمبا اقول اهلي، يقولوا رمبا اقول بدوي، يقولوا صمبا اقول اهلي. هات اهلي في اهلي في اهلي. مع الاعتذار للزمالك طبعا، الزمالك حديد كلنا بنحييه، بس احنا بنحيي الاهلي عشان بطوله الدوري. بنقول له الف مبروك الزمالك عشان مش بطوله الدوري. حصولك على الدوري. الزمالك هنقول له ايه بقى؟ معلش يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة، يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة، شوطي وحوري بكرة تاخدي الدوري، شوطي بكرة تاخدي الدوري، يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة، يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة. أرضينا الفريقين زي ما يحبوا. يلا بينا بقى آخر حاجة بقى كده مع بعض تعملوا الأفيشات دي تاني، لأن المرة اللي فاتت ما عملتهاش كويس. يلا يلا. كل واحد ياخد تاني. أظن البتوع فيهم لازم.
يلا ادوا الاستاذ احمد معاكم الشكوى عشان يديلكم الورق زي المره. واحد اثنين ثلاثة ابتدوا كويس برافو. خلاص فريق ألف خلص الأول. خلصوا فريق ألف برافو. صح صح تفضلوا. شكرا تفضلوا تفضلوا. حيينا يا ابني كسبت. تفضلوا فريق ألف هو اللي كسب في تلزيق الأفيشات. شكرا لفريق ألف، شكرا لفريق ب. فريق ألف هو الفائز، فريق ب هربلك معلش. حية لفريق ألف. أنستونا شكرا. شكرا. اعدل ليه ما تقوموا تروحوا. اعدل ليه ما تقوموا تروحوا. لا 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 احنا مش عايزينكم تروحوا ابدا. لكن شكرا للفريقين، شكرا للساده المشاهدين، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامجكم مين يكسب مين.